اخيرا اتقابلنا، كان ناقص تنزلين لي من الحنفيه. فندم طالما انت عامله مصيبه ولا ايه؟ انا بقى عندي كانسر. تفي من بقك يا شيخه، فين الله يخليك. بجد انا عندي كانسر. هو انا مش خايفه من الموت على فكره، مش عامله حسابي عليه، بس الحياه اختيارات وانا قررت اتبسط. مخلفه البنات عشان الهم الممات. انا كان المفروض اخف عشان ارجع لحياتي، بدل ما اعمل لها شنطه سفر بعمل لها شنطه تروح المستشفى. الضيف اللي جه علينا ده ضيف علينا كلنا، مش لوحدك انت بس. كله بيعدي، زعل بيعدي والوجع بيعدي. انا بس مبقتش عارفه هستحمل لحد ما كل ده يعدي ولا لا. مش عايزك تحس ان التعب ده هو اخر الدنيا. واضح انها بتحبك قوي، بس انت بتحوري عليا ومش عارفه تكذبي كمان. انا شفت خضتك على اختك وده مطمني. الست ناديه هانم تشرفنا هنا وتطلب اللي هي عايزاه بنفسها، وساعتها بقى نشوف هنعمل ايه. سيب بنتي في حالها. طيب بدور على الضحك في وسط الزفت ده. سيربرايز! انت بقى مش هتوحشيني خالص.